البنات كدايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ بخير صحتكم اموركم احوالكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وراسكم حتى شي خير. المهم اختي ما عرفتش شحال هادي انا مسافره اليوم مريضه مع الينا. عرفتوا اليوم 5 ايام ما كنعس لا ليل لا نهار الا هاد النهار اللي قدرت نعس من 4 الصباح ل 8 ديال الصباح. المهم دابا راني خارجه حتى هي بنتي عند اختصاصي. صراحة انا كنكون مع الدكتورة هاجر بوداس، كتعجبني الدكتورة هاجر بوداس بزاف، ولكن دابا الدكتورة هاجر بوداس ما كايناش، راه في عطلة. ايوا دابا راني خارجة، المهم نديها للدكتور لاني حتى هو غزال. المهم كاع الاطباء هنايا في تونس صراحة زوينين ظريف الله يعمرها، ولا الدكتور بناني ولا كاملين. كيف ما قلت لكم البنات غندي بنتي دابا لاختصاصي، ومن بعد راه حنا غنرجعو راكم شفتو معايا قبيلة راني كنشر منا الدجاج غنديهم للفران. شوفوا سبحان الله العظيم، واخا الفران ديال الدار ولكن كيجي بنين الفران ديال الزنقة، يعني أي حاجة غطيبيها في الزنقة كتجي سبحان الله العظيم بنينة، كتجي زوينة الفران ديال الزنقة العواد داكشي. المهم دابا غادي نرجع، وخالتي مسكينة راها كتصاوب اللحم كتشر من الشرمات وداكشي، خصني نجيب معايا غير التقدية اللي خاصة أنا وصافي. ايوا وحجي عندنا عمي ومرات عمي وداكشي تيكون تشوفوا معايا الغزاله ديالي. واحد الشمس ما يمكنش، واحد الحراره واخا الصراحه شويه ديال البروده ما كاينش داك العافيه، ولكن هاد الشمس هي اللي كتمرض الوليدات الصغار. نسيت ما زدت حتى الكاسكات لإلينا ما درتولهاش بالزربه، لحقاش مشى شد غير باها مشى شد لها رونديفو بقى كيعيط على خالتي كيقول لها دغيا ودغيا 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 ودغيا. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم حنا دابا وصلنا عند الدكتور مانيح، ندخلو نشوفو شنو كاين. وصلنا عند البنات، وصلنا معنا خبر بخير خصوصا على داك الوسيسة، متى السخانة راني عارفة انا عندها ميكرو، ولكن داك الوسيسة اللي خلعاني وبزاف. المهم حنا وصلنا دابا البنات، لقيتونا يلاه خرجنا من عند الطبيب وداكشي. الصراحة دخلنا عند الدكتور مانيع، أول حاجة قال لي الدكتور مانيع قال لي تحيدي لها داك لي زونتيبيوتيك كاملين وغتكتفي بالدواء السخانة با بلوس. قال لي أول حاجة البنت خصها الدبز مع المناعة ديالها وخصها تبرى، والميكروب ما عندهاش طالع لها بزاف، ولو يكون زعما خص يكون واصل لواحد النيفو بزاف. هي يلاه عندها 22، قال لي 22 ما غاديش تخلعك، تخلعك واحد 180 واحد منين يكون هكا طالع وخافي وتوسبيتاليزا وكلشي. قال لي محد الميكروب مازال ما طالعش، فغتكتفي غير بالدواء ديال السخانه وتبعدي على البنات الانتيبيوتيك، حيت اصلا الانتيبيوتيك مديور لاياش. انتيبيوتيك خص اي مثلا اموكسيلين ديال الحلاقم، اوغمونطان ديال واحد الحاجه، هذا ديال هذه الحاجه، هذا اكلاف ديال هذه الحاجه. قال لي ماشي اي انتيبيوتيك نقدروا نعطيوها لها. منين غتكون طالعه لها سخانه بزاف غادي نديروا لها تحليله ديال البوله، وغادي نشوفوا لها الميكروب منين جاي، وغادي نخصصوا لها انتيبيوتيك ديال ديك الميكروب بالضبط. فهذه واحد الافاده ليكم حتى نتوما البنات، باش ما تبقاوش تزرفوا وما تعطيوش وليداتكم يعني اي انتيبيوتيك لقيتو غتعطيوه لوليداتكم، فهذا واحد الخطا كبير فادح كنديروه. احسن حاجه الانسان يخلي وليدو ولا بنيتو، اهم حاجه ما تغبليش ولو دقيقه على السخانه. بقاي ديري لها مثلا مره سيرو مره شميعات، الا كانت عندها لا دياري فما غاديش ديري لها شميعات، مره ديري لها ساشيه مره ديري لها سيرو، باش هكا الجسم كيبقى ديما متقبل داك السيرو، ولا متقبل داك ماشي السيرو 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 السيرو، فالجسم كيتعود على داك الماده وما كيبقاش يهبط السخانه. هذه الوحده. ثاني حاجه لي زونتيبيوتيك ما تبقاوش تعطيوهم لوليداتكم، يعني غير ولدك مرض غتعطي اونتيبيوتيك باش يبرالك دغيا ويصح لك، اعطيها الدواء ديال السخانه، اعطيها الدواء ديال السخانه يعني تسخن تطيحي لها السخانه باش مسكينه ما يوقع لها شي حاجه خايبه ولا وصافي. المهم دابا لقيتوني بطل مرجان غنمشي نتقدى شي حاجه. الينا بقات كتبكي على لابوي ديالها، مشات داها لها حامدين وفخالها، غيعطيها لها وغنهبط نتسخر، حيت اليوم جايين عندي الضيافه البنات.
بلا تقضيت داكشي اللي كتب الله. دابا ان شاء الله غادي نمشي للدار ونوريكم شنو تقضيت، وغنسالي لكم يمكن الفيديو غير في التقضيه اللي تقضيتها. راه مشى غير في الدوره. التريتور رشيد خديت من عندو هذا، دابا نبارطاجي معكم التريتور. الصراحه غزال، ودائما ملي كتكون عندي شي عراضه ولا عندي شي مناسبه ولا ما فيها اللي طيب ولا خصني شي حاجه، هو اللي كيتكلف لي بكل شيء، والحمد لله كيحمر ليا وجهي قدام الناس. المهم جيت دابا عندو، خديت هاد الطبسيل حيت انا اللي راني غادي نوجد اليوم العشاء، ما غادي نعيط لا ما غاديش يطيب لي هو وداك الشيء. ولكن ملي كنكون هكا عيانه وما فيا اللي دير حتى شي حاجه ومريضه ولا شي حاجه، كنكلفو غير هو كيقاد لي داكشي. تبارك الله عليه كيصاوب داكشي غزال. في اسبوع بنتي كذلك هو، لا بالنسبه للبسطيله لا بالنسبه للحمله، كلشي هو اللي تكلف لي بداكشي. طويبلات ديكورات داكشي غزال عنده. المهم دابا نبارطاجيه معكم. دابا جاب لي الطبسيل هذا، غادي نمشي دابا نمشي للدار ونبدا نوجد ان شاء الله. خليكم معايا. الطبسيل وطلع عرفتو والله تعيت، عرفت واحد العيا راه مكلش يتقبلو العقل. المهم دابا غنطلع وديك الساعة نهضر معاكم على الطبسيل اللي نجي نقدر نطيحو. بنات كي قلت لكم يلاه دخلت دابا للدار، شد داكشي زعما اللي راه كتصاوب خالتي. دابا غادي نوض نجمع الدار، مساكن نجمعو ماشي ما جمعوش، جمعو الدار، ولكن راكم عارفين هذا مساكن بحال كيطيبو او ميم طون يجمعو. غنضرب واحد الجمعة فعلا تركا للدار. وبغيت نقول لكم على ود الينا، راه كندير حتى انا كنديرو ديفويات بزاف، ولا حنا الناس ديال يوتيوب كاملين بصفه عامه الا واحد النسبه قليله. انا راكم كتعرفوني ما عنديش مع النفاق، ما عنديش مع التخربيق، ما عنديش مع الهضره، يعني كي كنقولوا حنا في الظهر. انا ضرتني واحد الحاجه غنقولها لبنادم فوجو، ولا بغى يكرهني يكرهني، ما عندي ما ندير له. المهم انا كنكون صافيه ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى، وكنكون صافيه مع داك الانسان، وكنعيش حياتي بعدم تانيب الضمير، كنعس وانا بخير اليز عايشه كي كنقولوا حنا ناعسه مرتاحه. دقيقه نحط التليفون باش نقول لكم الحاجه اللي كنديروا حنايا في اليوتيوب، هما ان وليداتنا صغيورين، وليداتنا مازالين يعني اصلا مساكن ما عارفينش، ما مكتسبينش حتى المناعه. قلت لكم ما مكتسبينش حتى المناعه، فكنجيو نبقاو دائما نصورهم. بغيتي تصوري وليداتك؟ حنايا انا غنهضر على راسي، ما غنهضرش على شي حد اخر، حيت انا عارفه شنو انا في قلبي. ما نقدرش نعرف واحد الانسان شنو في قلبه. انا في قلبي كنبغيكم لحقاش نتوما عاونتوني بزاف ديال الحوايج في حياتي، وهذا خير، وهذا حاجه ما يمكنش نكرهها على المشاهد. لحقاش كون ما كانش المشاهد كرة بزاف ديال الحوايج ما تقادوليش في حياتي. الحمد لله بكم نتوما باش انا كاينه دابا، وبكم نتوما باش انا عندي هاد الطاقه، وبكم نتوما باش انا مزيانه في حياتي. هذه الاولى. ثاني حاجه اللي خصكم تعرفوها وخصكم تفهموها مزيان هو انه انا بنتي نهار اللي تزادت ما وريتهاش داك لا بيريود هذيك، على ما كبرات واحد شويه 6 شهور 7 شهور، يعني ولات كتبرز، ولات كتبان، ولات فبارطاجيتها معكم ووريتها لكم وكل شيء. اما بالنسبه لدابا فالوليدات الصغار ما عنديش لا انا لا داك الولاد لا داك الناس يبينوا ولادهم. علاش ما عندناش الحق؟ ولادنا ديالنا كبتنا بزاف ديال الحوايج، حنا ولدنا وحنا جبناهم للدنيا. ولكن حتى داك الوليد وداك البنيته واحد النهار غيكون عندهم واحد القرار في حياتهم، وغيعرفوا كيفاش يتخذوا واحد الاجراءات ولا واحد القرارات في الحياه ديالهم، وغيكونوا عندهم واحد الشيم، وغيكونوا عندهم واحد المبادئ في حياتهم. يعني انا واخا تكون بنتي انا راه ما يمكنش تكون بحالي، يقدر يكون عقلها بعيد على عقلي، نقدر نكون انا وياها بحال بحال، نقدر نكون انا وياها يعني هي في الشرق وانا في الغرب، يعني انا كنتفكر بواحد الطريقه وهي تكون كتفكر بواحد الطريقه، رغم انني انا اللي جبتها لهاد الدنيا. فشوفوا نقول لكم واحد الحاجه خصنا نفهموها، حيت لا انا درت هذا الغلط، كنبين بنتي علاش، حيت كنحس بكم عائلتي، حيت نتوما فريمون عائلتي، حيت نتوما لقيت فيكم داكشي اللي ما لقيتوش في عائلتي ديال بصح، اللي ما لقيتوش في ناس كانوا قراب ليا، اللي ما لقيتوش بزاف د الحوايج. داكشي علاش كنبغي نبارطاجي معكم ابسط المبسطات، كنبغي نبارطاجي معكم داكشي اللي يقدر نتوما يجيكم بالد، ولكن انا الا خبيتو عليكم غنقول راني درت واحد الفوط مع متتبعات ديالي، راه يقدروا يعرفوا يعاتبوني يقولوا لي علاش امونه ما وريتيناش وعلاش ما قلتيناش. فمن الاحسن نكون نت ونكون صريحه مع المتتبعين ديالي كاملين. فمنين جيت ووريتكم بنتي بواحد الحب واحد الحنان، وليني كاينين شي وحده الله يهديهم يا كيكريتيكو في البنت، الوليدات كاملين بصفه عامه يغي يبغيو يعايروها باش اديوني انا. والحمد لله انا ما لقيتش هادشي،
الحمد لله كلكم كتبغيو بنتي وكلكم كتحماقوا عليها وكلكم عندكم عزيزه بحال لي بنتكم، حيت مشيتوا معاها ايطاب باغ ايطاب. كاع داكشي اللي دوزت انا مع ديك البنيته دوزتوه حتى نتوما معايا، كاع العذاب كاع المرض كاع الوحم الولاده كلشي 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 كلشي. مهم فلا اله الا الله محمد رسول الله. فان شاء الله البنات غادي نقرر ان إلينا غادي تبقى تبان معايا مره مره، ماشي دائما بنتي غتبقى تبان، غادي تبقى تبان معايا مره مره. قررنا وصراحه باها كيعاتبني بزاف، كيرد لي اللومه بزاف، كيقول لي انت السبب، انت هادي انت هادي. كاينه يعني كاينه غي انا الا شفت فيها كنشوف فيها بواحد العين ديال المحبه، واحد العين ديال الحب. انت كذلك كتشوفي فيها بواحد العين ديال المحبه، واحد العين ديال الكياته، واحد العين ديال الحب. فداك العين كتقدر تكون مضره ليها وتقدر تكون مضره ليك. دابا بحال انتيا عاوتاني باباك وماما كيشوفوا فيك بواحد العين ديال الحب، راه غدرك داك العين. واخا العين ديال المحبه كيقول لك اكثر من عين ديال السوء اللي كتشوفك بالحسد والبغض والسم. كاينين مساك الناس اللي ما كيكونوش عندهم وليدات وكيشوفوا في بليتات ولا وليدات كيقولوا يا رب يا ربي سعداتها عندها وليداتها وعندها 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 وعندها. فهذا في البلاصه كترجع واحد العين، كتولي عين. فمن الاحسن انه إلينا مازال صغيره، مازال ما تقدرش تاخذ قرار ديالها. غنبقى نبين بنتي مره مره في مناسبات، شي حاجه اللي شي حاجه ديالها هي، شي فيديو يكون خاص ليها هي، نقدر نبينها. باش هكا نبقى كنبينها دائما حتى ان شاء الله نشوفوا هذا القرار ما نبينهاش كاع. المهم هانتوما قولوا لي شنو نقدر ندير. نتوما اللي تقدروا تنصحوني، نتوما اللي تقدروا تفهموني، نتوما اللي تقدروا تقولوا لي شنو انا نقدر ندير. فهذا ما كان البنات، دوزتها صراحه. كيقول لك واحد راه شوفوا الام 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 باها كيفيق معاها، ولكن منين ينعس كينعس. انا لا، انا كان 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 هي كتنعس وانا كنبقى دايره بحال هكا، كنديرها ونرجع ندير هكا ونديرها، يعني كتديني. وانا لدرجه انه التليفون ما قدرتش نهزو، بقيت غير كنشوف غير في الظلام باش ما نعش. هادشي اللي هزت التليفون، انا ملي كنهز داك الاشياء ديال التليفون كتديني عيني وكنمشي بلا ما كنحس. فالتليفون حطيته بقيت كندير غير هكا وكنرجع نتوكل. وقاس بنتي سخانه كل 10 دقائق، راني الميزان كنوزن لها كل 10 دقائق. الحمد لله ربي ملي كيبتلي الانسان راه كيكون مفكرو. والخايبه هي لما كنتيش كتمرضي ما كانش كيجيوك الحوايج الخايبين، ما كانوش كيجيوك المشاكل، ما كانوش كيجيوك الاوقات الصعيبه. فهذا كيعني انه راكي ما مفكراش. الحمد لله انا دائما مفكره، انا الحمد لله يا ربي دائما عندي المشاكل، دائما عندي صداع، دائما نضحك نهار نيأس غطا، نضحك غطا بعدو ندابزو. مهم حنايا غاديين هكا في هذه الروايات. ايوا صافي هذا ما كان الغزالات ديالي. تهلاو لي فراسكم ونوض دابا نوجد لضيافي.